هواية كلام صاير انه اليوم الحكام ويا الشرطة، اليوم الحكام ويا الزهرة، اليوم ويا الجوية ويا الطلبة ويا الفرق البغدادية على فرق المحافظات. رسالتك كطارق احمد كرئيس لجنة الحكام بالعراق ورئيس لجنة الحكام كأس الخليج، اريد رسالتك للجمهور للناس أنا عن الحكم العراقي وعن هذا الامر. انا حلوة قلت لي انت رئيس لجنة حكام العراق، انا مو رئيس لجنة حكام بغداد. انا اقول الكلام اللي اندار، بس اقول للي نطقه واللي اتكلم به، اقول والله يا اخي ما عندنا شيء، احنا اولاد العراق، الحكام كلهم من العراق، من زاخو للبصره للجنوب للفرات للوسط، يعني الوسط تعرف المشمول شنو. زين ما عندنا هذا الشيء نهائيا عند حكامنا، يعني ما شايلين هاي العقيده. وفيديوهم سمعت ابدا والله، وحق هذا المي اللي يغسل الحي ويغسل الميت، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حين. ما فدي سمعت مدرب حكم متخاذل امر شيء؟ لا لا ماكو شيء، ماكو شيء. ابطلنا هاي رساله، انا قلت الانجليزي فيري فيري سترونج الحكام مالتنا، يعني اقوياء جدا، و يعني طبعا هم املهم بالله سبحانه وتعالى دائما يحكمون ما يرضي الله سبحانه وتعالى ضمائرهم وسمعه بلد وسمعه الاتحاد وسمعه عوائلهم وسمعته هو الشخصيه. الله يوفقكم.